انا مبسوط جدا ان هم عندهم فتره معايشه الفتره الجايه دي عشان يعرفوا قد ايه اللعيب لازم يعني يوصل لمستوى ازاي عشان يحترف، لان انت عشان تحترف لازم تبقى احسن من اللي هناك. في ناس من اوروبا جايه بتتفرج على اللعيبه اللي احنا اخترناهم واللي تعبنا معاهم واللي اشتغلنا معاهم في فتره البطوله. احنا طبعا اكيد 100% كناس تعبنا في المشروع ده، احنا في غايه السعاده. انا مبسوط ان الولاد هيطلعوا بره لان هيلتزموا في كل حاجه، في مواعيد النوم، في مواعيد الصحيان، في الاكل اللي هياكله، هياكل ايه وهيشرب ايه وميعاد نوم ايه. بتشجع مين يا دي رزه في اسبانيا؟ بتشجع مين؟ الريال طبعا. ريال مدريد؟ انت مدريدي؟ انت برشلوني؟ لا مش برشلوني، بس ممكن برشلوني عشان ابقى ضدك بس. مين اكتر لعيب بتحبه في مدريد؟ مودريتش. ولا لوكاكو؟ عملها لوكاكو الحمد لله. اديني فرويدك المفضل في اسبانيا. اسبانيا؟ ليفاندوفسكي. اشمعنى بقى ليفاندوفسكي؟ ما فيش زيه. عشان بيخلص يعني؟ وسواريز بعديها. بس هو يعرف يجيب جون زي اللي انت جبته السنه اللي فاتت؟ ما اعتقدش. صعب صح. مين نص الملعب يا اسماعيل اللي من الاخر اللي شوف انت بتحب مين؟ قول اكتر لعيب نص ملعب بتحبه في حياتك. انيستا؟ ايه ده انت صغير على انيستا؟ اتفرج على انيستا ولا لا؟ اتفرج عليه. تشوف فيديوهاته القديمه وكده؟ وانت عبد الله؟ انا فينيسيوس جونيور. فينيسيوس جونيور برشلونه وريال مدريد على طول كده؟ بقول لك ايه، احساسك ايه النهارده وانت اول مره تخش الملعب بعد الموسم اللي فات كله، مقارنه باحساسك اول مره تخش السنه اللي فاتت لما كنت اول مره تدخل ملعب 11 واول مره تلعب قدام ناس وقدام جمهور وكاميرات وبتاع؟ هو الاول كان واحد فيه خوف شويه، بس دلوقتي الواحد نزل فرحان. يعني ايه الدنيا حلوه، نازل تتبسط وعندك ثقه اكتر وعايز تمتع. والملعب وحشنا الصراحه بجد والله. انت كمان وحشتنا عيد. متعنا النهارده بقى.